كويس. كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد صباح عليك. الخير يا منى، كل سنة وانت طيبة يا جميلة، أهلا وسهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك. العيد زمان يا ريس ما كانش زي العيد دلوقتي. ايه ده؟ العيد زمان؟ العيد زمان؟ وانت يا زقردة تعرفي ايه عن العيد زمان؟ انت زمان بالنسبة لك ده أول امبارح. وبعدين انت بتنصبي يا منى؟ نصابة؟ مش انت المفروض تطلعي تقدميني؟ كلتي دوري وكلتي كلامي وكلتي كل حاجة كده؟ سوري يا بابي أنا نسيت. ماشي. يا أحمد ما تقولهاش كده تاني. حاضر يا ريس. هي بتنصبش وكل حاجة، هي زي الفل. منى زي الفل. ماشي يا ريس. طيب اتفضل. صباح الخير يا ريس. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة ومصر كلها طيبة وبخير. أنا حابب النهاردة إن أنا أشكر حضرتك على وجودك معانا، مش بس علشان نفرح أبناء شهدائنا الأبطال اللي ضحوا حياتهم كلها علشان خاطر مصر، لا كمان عشان الأجيال الجديدة يعرفوا يعني إيه عيد، ويعرفوا أهمية لمة وفرحة العيد. أنا فاكر زمان لما كانت أمي تاخدني وأنا صغير علشان تشتري لي هدوم العيد. هدوم العيد؟ هدوم العيد؟ إيه؟ بابي أنت جبت لنا هدوم، جبت لي هدوم العيد عشان تتكلم في هدوم العيد؟ ليه الإحراج ده يا منى؟ أنا آسف يا حبيبتي. حاضر، أول ما نخلص هجيب لك كل اللي أنت عايزاه، بس سيبيني أكمل. كنا بنلف على المحلات وأمي تصر إنها تجيب لي هدوم كبيرة عليا عشان تعيش، مش مهم أنا ألبس على مقاسي، المهم إن الهدوم تعيش. وأفضل حاضنها طول الليل لغاية لما أصحى الصبح عشان ألبسها، وأنزل جري علشان أروح أصلي، وأرجع بقى عشان نلم العيديات الخمسات والعشرات الجديدة. العيدية فكرتني، فين بقى عيديتي؟ إيه يا منى؟ هو أنت جاية تحققي أحلامك كلها هنا؟ ايوه، في احسن من هنا؟ اه طبعا. طبعا يا منى. حاضر، اول ما نخرج هديلك الهديه بتاعتك وكلها من العشرة جنيه الجديده. العشرات يا بابا خليها ليك، انا عايزه المتينات القديمه. المتينات القديمه؟ الطموح. الطموح والاجيال الجديده يا ريس.